صباح الخير. مالك قاعدة ليه كده؟ أنا همشي. مش هتروحي فين؟ أنا خايفة. لا خايفة إيه؟ ده أنا مرعوبة. اوعي تقولي كده، طول ما أنا جنبك مش عايزك تخافي أبدا. يا أختي يا حلوة، بالذمة مش مكسوف من نفسك؟ رد عليا يا حسن. خد عني الواد يا حسن، يدي وجعتني من شلته طول الليل. بسم الله. ما تتلمي يا بنت انت وتقفي وتكلميني كويس. بس بس بس، صوتك عالي ليه على الصبح؟ صباح الخير. صباح الخير. امال امي فين؟ انت علمك يا حسن ولا هنفطر من غيرها؟ يا اختي حبيبه امك يا اختي، والله كنت عارفه انك مش هتاكلي لقمه الا وانا هنا. صباح الخير. صباح النور. والله فيك الخير يا حسن انك سميت ابنك على اسم عبد الحكيم، بس ما شاء الله عليه. شبهي مش كده؟ لا شبهك يا واد، ده انت قمر، يا ريته يطلع شبهك. اسم الله اسم الله حبيبي. اللهم العرايس هيفطروا معانا ولا ما عندهمش وقت؟ والله انا سايباهم على راحتهم، وقت ما جيلهم هواهم يفطروا هيفطروا يا كبريه. الف هنا يا اختي حبيبتي. انت يا كريمه حبيبتي، والله انا مش مسافره، كريمه قاعده معايا هنا في البيت. لو ايه بناتك يا اختي كمان اتجوزوا ولادي، ما شاء الله ما شاء الله، وقاعدين معاهم. امال ايه صح كده، الست لازم أن تقعد مطرح ما يقعد جوزها. طبعا امال ايه. والله كويس ان انت فاهمه يا كبريه. اها انا بس بقول لريتال معلش يا اختي تزعليش، مفيدة جابت واد هيشكك في كل حاجة. ما تهدي نفسك شوية يا جبرية. والله حبيبتي أنا بس عايزة أقول لها يعني، وإن شاء الله إن شاء الله كده تقومي بالسلامة وتجيب لنا أنت كمان واد ولا بنت يعني، فيهاش حاجة. بس أنا إيه هاخدهم التنين يناموا في حضني عشان يعرفوا إن هم إخوات، وكل واحد فيهم يعرف حقه. أمال إيه الحق حق؟ هقول إيه؟ كلوا كلوا يا أختي، كلي ألف أنا يا أخت. هاتي أخويا هات، هتهننوا شوية. اسم الله اسم الله ما شاء الله ما شاء الله. قمر قمر. هلا قول لي يا حسن، يعني ما بنت كريمه تولد ان شاء الله تجيب واد ولا بنت مش مشكله يعني، بس هتسميه ايه؟ حكم مفيده. خلاص سمت بقى على اسم الغالي. يا هسمي ابني عبد الله يا مرات عمي على اسم ابويا الله يرحمه، عشان كل ما تسمعي اسمه تترحمي عليه. صح، وان شاء الله ربنا هيرحمه.